أحمد من هولندا، أستاذ أحمد، تم إذابة جسد الرجل، هل نحن أمام دولة أم أمام مافيا حاكمة؟ عليكم السلام ورحمة الله. أول حاجة معلش يعني نستنكر قتل السيسي الفلسطيني على يد أحد ميليشيات عبد الفتاح السيسي، وهذا عمل إجرامي مرفوض ضد إخواننا الفلسطينيين في الأرض المحتلة. ونستنكر بردك الجنود اللي ماتوا والظباط اللي ماتوا النهارده على يد مين احنا مش عارفين. نعم. عايزين التوضيح، فين الجيش المصري وفين الدوله المصريه يوضحوا لنا اولادنا بيموتوا ازاي؟ نعم. ثالثا ان دول مش حكام يا اخ احمد، دول عصابات بيحكموا دول بيكونوا فيها ميليشيات لقتل المعارضه، لقتل الكلمه، لقتل كل حاجه حره في البلد. النهارده بنشوف انه ميليشيات السعوديه بتوصل وتدوب راجل محترم في اسيد، بتقتله وتنشره وتدوبه، ويقول لك داعش. داعش ايه؟ دول فاقوا داعش، دول عدوا داعش، ده هم داعش وباعش وهم الاجرام وهم الارهاب، ولازم الدول تاخد قرارات شديده ضد هؤلاء، لان هؤلاء المجرمين ما فيهمش حكام ولا امراء. اشكرك يا استاذ احمد، اذا احنا قدام مجرمين ولسنا امام حكام.